نار تفرقنا. الطار 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها الراجل ده كذاب. انا لو وزيت ولا كريت عشان يقتل حد. قلت لك الانكار مش هيفيدك بحاجه. حمدان حمدان راح خلاص. هيدوله تقبيله ولا اعدام. ماشي يا جمال بيه، بس الشنب دي يبقى على مره. لو ما دفعتكش التمن غالي وغالي قوي. انت اتجننت يا بسمه. اتجننت عشان عايز اخد بتار جوزي؟ مفيش دليل ان فراج هو اللي قتل بوسي. وفكرك ابوك هيقول ايه لو عارف ان اللي وجعت حمدان تبقى حماتك؟ ما يقول اللي يقوله يا ما انا ماليش صالح بالحكايه دي. ابويا وخاله ناصر هيصطفلوا مع بعضيهم. انت بقيتي ديب وانا ما دريانش. من عاشر الجمر فانيو
فما بالك اني عايشه مع الديابه في المخروبه دي. واللي قتل ابويا بكره نعرف هو في سر بيدوم. الايام زي السواق القلابه تاخد من صدور الناس وتفضي. ساكت ليه يا يحيى؟ ما تتكلم. ولا انت طلبت تقابلني هنا علشان تفضل ساكت؟ وانت هتبص لي كده وفي عينك كلام كتير. سناء انا كنت يعني انت ايه؟ هتشتكي لي تاني من امك اللي عماله تزن عليك علشان تتجوز واحده تاني تجيب لك الواد اللي نفسك فيه؟ انا عاوز اتجوزك يا سناء. تتجوزني؟ علشان ترتاح من زن امك ولا علشان اجيب لك الواد اللي نفسك فيه؟ في ايه يا سناء؟ تنسيت اننا كنا هنتجوزوا زمان ولا ايه؟ لا ما نسيتش، وكنت مستنيه اسمعها منك من ساعه ما حكيت لي على مشكلتك دي. يعني انت موافقه؟ ايوه يا يحيى، انا مش هلاقي راجل احسن منك اكون على ذمته. وما تشيلش الهم، ولد انا هسيبه عند امي تاخد بالها مني، وانا هبقى ازوره واطمن عليه كل يوم. أما بشر أبوي وأمي بخبر الزين ده. استني بس يا سناء، في حاجة لازم نتفقوا عليها الأول. حاجة؟ حاجة ايه دي؟ جوازنا لازم يكون في السر. واه في السر؟ أبوك وأمك هيعرفوا طبعاً وهيكونوا على علم بكل حاجة، بس كل ما في الأمر يعني إننا هنتجوز عرفي. عرفي؟ أنت فاكرني إيه؟ فاكرني رمية ولا إيه؟ ولا كنش لسه مراهقين ولا طلبة في الجامعة هنتجوز عرفي وندروا على الناس كلها؟ تجنيت ولا ايه؟ في ايه يا سناء؟ هتفرج الناس علينا ولا ايه؟ وبعدين ما انا شرحت لك وقلت لك على كل حاجه قبل سابك. انا ماليش دعوه بظروفك دي. بزياداني كل اللي حصل لي منيك قبل سابك. بعدك دي حتى لو شفتني في المحكمه يبقى كانك لا شايفني ولا سامعني. ولا لسانك ياجي على لساني واصل. قال عرفي قال. ها؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا فندم. الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك يا فندم. أخبار دراعك إيه؟ لا سيادتك دي إصابة بسيطة وإن شاء الله هخرج بكرة من المستشفى. الحمد لله. على فكرة أنا بأحييك، أنت قمت بعمل بطولي فعلا. على فكرة يا فيفي، حمدي وهو ملازم أول كان شغال معايا في مركز نجا حمادي لما أنا كنت مأمور هناك، وكنت متوقع له إنه هيبقى ظابط كويس. أهو باين عليه. أنا برضه متوقع إنه هيبقى ظابط كويس. يا فندم أنا تحت أمر العدالة. وانا شرفت ان انا اتعلمت من سيادتك ان انا اقدم مهمتي على اكمل وجه مهما كان الخطر اللي انا هواجهه. كل يا ولدي كل يا ولدي، انت شكلك هفتان. انا ما عارفاش ايه اللي محيرك كده. لسه بتسال ياما بعد كل اللي حكيته لك. سناء عندها حق، وانا ما اقدرش اتجوزها رسم. ليه؟ مش حماتك قالت لك روح اتجوز المره اللي تجيب لك عيال؟ وانا ساعتها رفضت وقلت لا وما اقدرش ارجع في كلام. ولو رجعت في كلامك هيعملوا لك ايه؟ هيعلقوا لك حبل المشنقه؟ لما انت ما تعرفيش عالية ممكن يجرى لها حاجه لو اتجوزت عليه. لا انت اول ولا اخر راجل يتجوز على مرته. يما عالية بتحبني حب ملوش اول ولا اخر، مهما كان السبب اللي هيخلينا اتجوز عليه فعالية هتعتبر جوازي ده خيانه ليه. عيشنا وشوفنا، شايل هم مرتك اكتر ما انت شايل هم نفسك. خلاص بلاها سناء، روح شوف لك اي مره تانية تتجوزها ترضى تتجوزك في السر. المهم تتجوز وتجيب لي عيل. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. كنت بايت فين ليلة امبارح ومعود وش الفجر؟ مالك انت؟ مالي كيف؟ ولا تكونش بايت عند اللي ما تتسمي؟ أنا مش فاهم أنت إيه حكايتك؟ وعايزة مني إيه؟ وإيه اللي جابك صريح جدا من أصله؟ جاي عشانك. عشاني؟ أيوه عشانك يا دياب. دياب؟ قلت لك أنا مش دياب، 60 مرة قلت لك
انا مش دياب. علي الطلاق من مرتي اللي لسه ما تجوزتهاش. انا مش دياب. كيفك يا فرحه؟ لساكي بتفكري في دياب بعد طول السنين دي ما قدراش تنسيه؟ لا، وكمان فكرة ان اللي كان واقف قدامك ده دياب مش ولده. بعد عني السعادة يا فرحة. انا اختي تهوست ولا ايه؟ عملتها يا شوفي، انا لازم اقتلك يا كلب انت. لازم. عيب يا عمدة، بس عشان بتعمل ده من يوم ما اتحبسنا انت خليت فيها عيب يا كلب، خليت فيها عيب. ما انت اللي جبتنا هنا؟ انا اللي جيت معاك اهو. بعد يا عمده. بعد ايه؟ ما صحش يا عمده. بس انت هو. انا عامل حساب للعيش والملح اللي بيني وبين ابوك. عيش وملح؟ ايه اللي تطفعك سم عشان تغور في داهيه وتغور؟ مش كده يا عمده؟ يا عمده. تعال يا ريس شوف. تعال. يلا يا ريس، يلا يا ريس. اوعك. خلاص. خلاص يا ريس يوف. روق روق. انت الكبير يا ريس. اخرتها اخرتها ريس يوفي. كانها فيها اعدام يا ريس. الله ولا فالك. هارون بيه يعرف ناس كتير كبارات في مصر واكيد هيتصرف. هارون بيه لو هيطلع حد من القضيه هيبقى ولده، انما احنا لا، كلنا في حبل واحد. اللي هيسري على ولده حمدان هيسري علينا. يا عالم يا خالد طلعوني من هنا. انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. هدولي المامور، هدولي مدير الامن. انا حمدان هارون عبد الصفنيه كلها. ما هو مش واحد على الحبس ايده ناعمه. ارجع مسجون مكانك، ارجع. افتح يا ابني. سيوف. يا باشا تعالى معايا. حاضر. تمام سيوف يا فندم. سيبه وتفضل انت. بعد اذن حضرتك يا فندم، سيادتك تسمح لي اقعد مع سيوفي شويه لوحدينا؟ تمام اتفضل. شكرا يا فندم. ازيك يا سيوف؟ زي ما سعادتك شايف يا باشا. بقى دي عامله برضه تعملها يا راجل. امال عامل لي فيها رئيس ولاد الليل ازاي؟ بقى حته عير صابي من صبيانك، لا راح ولا جه. يجرجرك انت في كلام يوديك لحبل المشنقة. اللي حصل حصل يا باشا، بس طبعا انت هتقدر تطلعنا من الحكايه دي. ليه فاكرني سوبرمان ولا ايه؟ التهمه دي لابسك انت وحمدان، وقضيتكم دي انا ما اقدرش اعمل لكم فيها حاجه يا باشا. بس احنا قدمنا السبت وهو ده اللي جابني. لو كنت فاكر انك ماسكني من ايدي اللي بتوجعني بخصوص قضيه الارهابيين تبقى غلطان يا سيوفي. عارف ليه؟ لأن المعلومات اللي عندي بتقول إن انتوا بعد ما قبضتوا عليهم قتلتوهم. لا حاولوا يهربوا ولا حاولوا يضربوا عليكم نار زي ما انت قلت لي. الرصاص اللي اتضرب اتضرب عليهم من ظهرهم. يعني جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. ولو عندك أمل إنك تطلع من قضية الدكتور حسن أو قضية المخدرات فمع الأسف مفيش أمل إنك تخرج من القضية التالتة. أنا ماليش صالح بالإرهابيين. فراج هو اللي قتله. ما دام ناوي تضرني وتفشي سرنا أنا هلبسها لك ولوحدك يا سيوفي، لا فراج ولا غيره. أيوه أيوه أيوه. ما دي آخرة خدمة الحكومة. بقول لك إيه؟ أنا جاي أنصحك. ما تجيبش سيرة اللي حصل بينا قبل كده. أنا لا شفتك يا ابن الناس ولا أعرفك. وتوصل نفس الكلام لحمدان. ورجالتك كمان. وإلا أنت عارف. نصرة؟ أيوه. أنا سألت وتقصيت وعرفت من رتبة كبيرة في المديرية إنها هي اللي وزت دمراني وخلت يقابل اللي هو كمال الزيات وخططوا للي حصل ده مع سيوفي وحمدان. قلت لك موتها وريحنا منها.
نصرة طول ما هي عايشة هتفضل تبخ السم فينا. هديها بخت السم فينا زي الحية من تاني. أنا لازم أكتلها وريحهم مني. اكتم اكتم يا فراج، أنا مش ناقصك أنت كمان. ليه يا جد؟ لساك هتسيبها بعد اللي عملته في أبوي؟ أكيد جدك شايف غير اللي إحنا شايفينه. خلاص يبقى أنا اللي هروح لها وأجرشها بسناني. مش وقته دلوقتي يا خلاص. من وقته إمتى يا جوز عمي؟ أنا العين علي. زياداني زياداني حمدان واللي حصل له والبلاغ المتقدم ضد عند النائب العام، كل لسان سنانه علي. أخلص من المصيبة دي وأفضل اللي اسمها نصرة دي والكل كليلة. وحمدان هنسيبه في السجن؟ طولي بالك يا مرت عمي، دي مش قضية صغيرة، وجدي لازم يرتب لها على النار هادي. قل لها يا هيمة عمالة تزن وخوطة راسي. هنسكته؟ خلاص، ما هي نصرة ما كفاهاش اللي عملته فينا كل السنين اللي فاتت، وصلت بيها انها توصل لحمدان وجوز بنتها اللي كاتب عنك كل ألف تهمة وتهمة. هيمة فراش تعال عوزكم. أقول لكم إيه، ده انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ اللي مشغلك حظه زين اللي ما لقيناهوش، النوبة الجاية لو كتب حاجة عن سياده هيبقى فيها قطع رقبة. حد لطيف وانت ساعتها هتنامي نومه زي الفل. بصي انا لازم اقفل دلوقتي، ها؟ وبعدين معاكي بقى. ماشي يا سليمان، ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي، ماشي يا ريس. اتفضل يا ريس، اتفضل. بتكلم مين؟ بكلم واحد صاحبي. واحد ولا واحده؟ طب وريني الموبايل. ايه اللي بتعمليه ده يا رشيد؟ لما هو واحد صاحبك وريني الموبايل. هو انا عيل صغير ولا ايه قدامك؟ هو انا كل ما ادخل عليك الاقيك بتتحدث في الموبايل تقول لي واحد صاحبي؟ بيبقى واحد صاحبي. ماشي انا عايز اشوف. ما تتجنيش واهدي كده واستهدي بالله. والله العظيم لا اشوف الموبايل. الو، ها يا ناصر، ايه مال صوتك في ايه؟ ايه؟ ها؟
طيب 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 اقفل، انا جاي لك على طول مسافه السكه. يلا سلام. في ايه؟ في اتنين لابسين شرابات على راسهم دخلوا المكتب في الجورنال وكسروا الدنيا وضربوا ناصر وخليل، ويقول لك العيله اتعوروا هناك. انا مش فاهم اي حاجه، هغير هدومي واروح لهم بسرعه. استر يا رب. برافو برافو عليكم، طلعت رجاله صح. ليله نبهت ناجي دي كنا قتلناهم وخلصنا منيهم التنين. اسمه احمد ده، حظه زنجة وعشان ما جنوش في المكتب كنت اخجلتهم. على العموم الرساله وصلتهم، لو فكر وعاود الكتابه عن لينا تالي بعديها مش هنخليه يمسك قلم لا يكتب له عن لينا ولا عن غيرني. تعال تعال. ناصر وخليل الإسعاف نقلتهم على المستشفى، والمباحث بتدور على ضربوه، طبعا مش هيوصلوا لأي حاجة. ليه يا أحمد؟ لأن خليل قال لي إن اللي ضربوهم كانوا لابسين في إيديهم جوانتيات ولابسين شرابات على وشهم. اللي حصل ده مفيش وراه غير هارون. أنت عارفة إن أنا شاكك فيه فعلا؟ اللي ضربوهم سابوا لي رسالة، لو ما بطلتش أكتب عن أسيادي زي ما هما بيقولوا مش هيسيبوني في حالي. يا حنضلك يا رشيدة، يا شندلتك يا رشيدة، يبقى هارون حطك في دماغه وناوي يقتلك. هي الدنيا بسيطه بالشكل ده ولا ايه؟ اهدي شويه يا حضرك يا رشيده، يا ما حذرتك وقلت لك بلاش شغلانه الجورنان دي، وادي اخرتها. انت ليه ما سمعتش كلام؟ وطي صوتك شويه، امك مش ناقصه توتر في اليومين اللي هتقعدهم معانا، اسكتي شويه. يا حضرك يا رشيده، يا شندرتك يا رشيده، يا رب يا رب استرها يا رب. صباح الخير يا يحيى. صباح الخير يا سناء، ازيك؟ اتفضل اتفضل، اوعى تشرب شاي ولا ساجع. شكرا مش عاوزه، انا كويس اني لقيتك. انا فكرت زين في اللي قلته لي وموافقه عليه. تتكلمي جد يا سناء؟ ايوه، انا شورت ابوي وامي وهم وافقوا. بس يعني غريبه دي، ده انت كنت رافضه كلامي، ايه اللي خلاكي تغيري رايك؟ بعدين ابقى اقول لك، مش ده المهم. انا عاوزه منك طلب. طلب ايه ده؟ مؤخر صداق يكون 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ ده كلام على ورق. ولا انت ناوي تطلقني؟ اطلقك ليه؟ بعدين يا سناء، لو لا قدر الله يعني وفي يوم من الايام حبيت اعمل حاجه زي دي، مش ال 100,000 جنيه اللي هيمنعوني. خلاص، يبقى تشتري لي شقه باسمي وانا هساعدك في العفش. لا لا لا، ما ينفعش موضوع شراء الشقه دي، ما ينفعش يا سناء. اسمعيني، انا الفلوس اللي معايا يا دوب تفرش شقه امي بعفش جديد، وانا يا ستي مع وسكيش تدفع مليم واحد، انا متكفل بكل شيء. ماشي كلامك يا يحيى وانا موافق. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه عندك؟ بحط ترباس جديد، محدش يضمن هارون هيعمل ايه في احمد ولا في عيالي. ايه الخطره في دي بيه؟ وكمان مش هودي عيالي المدرسه غير ورجلي على رجلهم، يا اما هاجر لهم حارس يروح ويعود معاهم. هارون ما بيقتلش عيال صغيرين، ما كانش صبر على اخوكي لما كبر وحصده. اللي قتل ابويا واخويا قبل سابك سهل عليه يقتل اي حد تاني، خصوصا لو خسيس وما عندوش ضمير. بقول لك هارون ما بيقتلش عيال صغيرين، معروف تعمليه في عيالك، تدعي ربنا يقصف عمره قبل ما يكبروا. بس ايه اللي بتعمليه ده؟ اهلب دماغي ما نقصاش، هم اللي في يدك ده، هم اللي في يدك ده مليني. بتركب ترباس لباب البيت تاني؟ بتقول ان في ديب سهران واقف بره البيت ممكن يهجم علينا في اي وقت.
المر اللي قطمتيه يا نصرة نستاه بيكسيه حيالك. مكتوب عليك يا بنتي اللي كتب على امك. انقولي يا رب هوا يا رب هوا. صباح الخير يا دياء. هذا النهار اللي ما طلعت له الشمس. قلتلك ألف مرة أنا هيمة مش دياء. معلش ما تزعلش. صباح الخير يا هيمة. صباح الخير. أنا جبتلك الشاي والفايش تغير بيهم ريقك. مد يدك بسم الله. امبارح رحت فين انت وفراج بعد ما وقفتوا بتتحدثوا مع جدك بعيد عشان ما حدش يسمعكم؟ ما رحناش. انا عارف البلد من امبارح ما لهاش سيره غير اللي حصل في مكتب جوز بنت ناصره. انا متاكد ان انت وفراج اللي عملتوها. ما تخافش سرك كبير اللي رشك بالمي رشه بالدم. انت عايزه ايه هنيه ما تجيبي من الاخر؟ انا بحبك يا هيمة. واه بتحبيني؟ قد ما حبيت دياب واكتر. انت لحقت تحبيني؟ قلبي من ساعتها عايش عشان. اسمعي يا هنيه، انا سالت وعرفت اللي كان بينك وبين ابوي الله يرحمه. انت كنت بتحبيه هو مش انا. انت ايه هو ايه؟ لا تفرق كتير. لا انا ما صدقت لقيتك. لا يمكن اخليك تروح زي ما دياب ما راح. بزياداك يا ولد بزياداك يا خليل، انت عايزني اعمل ايه بس عشان تسمع كلامك؟ انت مش هترتاح الا لما تموت وتجيب اجلي كمان. عطشان عليك يا ابوي. احب على يدك يا استاذ احمد. استغفر الله العظيم. احب على راسك. خلي خليل يسيب الشغل من عندك. خلاص يا ابوي. استاذ احمد بقدم لك استقالتي. الف مبروك الف مبروك يا خليل. الحمد لله الحمد لله. باذن الله هروح ارتاح. باذن يا ابوي. اذنك معاك يا حبيبي. وانت يا ناصر مش عايز تقدم استقالتك انت كمان؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا صالح؟ رحت دلوقتي مخلص من الجاي. اهلا بولدي العمدي وسي فراج. بارك لي يا صالح بارك لي. خليل ولدي قدم استقالته من عند الاستاذ احمد. مبروك. الف مبروك يا عواد. وانت يا ناصر؟ لا جايز يوم ما اعرف مين اللي قتل ابويا الله يرحمه ودفنه اشوفه بعيني متعلق في حبل المشنقه يمكن ساعتها ابقى استقيل من شغل. بيقول انك ما كنتش في المكتب ساعتها. احمد ربنا مين عارف لو كانوا بيوك اللي نخجل وشغالين عندك كانوا عملوا فيك ايه؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. بليزك اذنك معاك يا سي فراج. وبعدها لك يا هيمة هتعمل ايه في هنية المجنونة دي اللي شايفاك كأنك أبوك دياب وبتفنس لك من كل زنقور وما سايباكش في الرايحة والجاية؟ مين؟ أنا هنية يا دياب. افتح. فانا ستاهي. إذا
زيك يا ضياء. يلا عشان تاكل، انا عملت لك الاكل بيدي. كيفك يا حداد؟ كيفك يا ولدي؟ ايه يا ابوي؟ انت تسيبهم يحبسوني برضك؟ كده امسك نفسك يا حمدان. رجالة ما تبكيش يا ولدي، كيف الحريم؟ طيب هسيبكم مع بعض شوية يا هارون. كتر خيرك يا جنب المأمور. متشكرين. اقعد يا حمدان، اقعد يا ولدي. ابوي طلعني من هنا يا ابوي. أنا مش واخد على الحبسة دي، أنا هموت في السجن ده. اصبر يا حمدان، اطمن. الحكاية مش هتطول. يعني إيه؟ هتجيب لي إفراج؟ لو الحكومة ما ادتكش إفراج أنا اللي حديهولك. قصدك إيه يا أبوي؟ قصدي إنك ما تبقاش طارق ده. أنت وقت هارون صفوان يا أخت. يا أبوي غصب عني، غصب عني. التهمة اللي جايبيني فيها هنا فيها إعدام. يمين بالله ما حد هيمسك بشعر. يا أبوي، يا أبوي أحب على عدك، طلعني من هنا. أنا حموت هنا كده. أنت هتقعد كده تولول كيف الحريم يا حمدان؟ ما قلت لك امسك نفسك يا ولدي. المهم أعمل إيه مع الرئيس السيوفي؟ الكلب ده كنت حقتله لو الرجالة حشوني عني. غلطان يا حمدان. أنا عايزك تجر نعم معاه. إيه؟ أجر نعم معاه؟ أيوه يا حمدان. أنا جبت لك معايا زيارة كبيرة برا، عايزك تفرجها على سيوفي ورجالته، وحطيت لك مبلغ كبير في الكانتين. فيه شاويش هنا أنا اتفقت معاه، أي حاجة تطلبها أنت وسيوفي ورجالته هيجيبها لك في التو واللحظة. معناه إيه الكلام ده أبوي؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. بعدين هتفهم يا حمدان. المهم لما تروح اسكندرية ويحققوا معاك تقول إنك ما تعرفش سيوفي ولا رجالته، ورجلك ما خطتش الجزيرة واصل، عشان كده هو بيتهمك يعني عشان فيه مشاكل بينه وبينه، وطبعا ما هيقدرش ياخد معايا حق ولا باطل عشان الحصانة اللي عندي، وما يقدرش يشتكيني عشان كده اتهمك انت. وعاوزني اقول لسيوفي يقول الكلام ده برضك؟ ايوه. عشان كده عاوزني صالحه وفرق الزيارة على رجاله. والمحامي يا ابوي اللي قال لك تعمل كده؟ محامي ايه يا عاد؟ ابوك مخه يوزن الف محامي. عمرك يا حمدان ما هتعرف اللي في راسي. المهم يا ولدي تنفذ اللي قلت لك عليه من غير اي سؤالات. حقك علي يا ريس يوفي. غريبه. لا غريبه ولا حاجه. ابوي في الزياره لما عرف ان احنا اتخانقنا مع بعضينا اتضايق وقال لي ما يصحش. الرئيس سيوفي ده بردك من رجالتنا وأمرني إن أنا أصالحك. يعني الصلح ده بأمر أبوك؟ خلاص يا رئيس سيوفي، قلت لك حقك علي وبعترف لك قدام الرجالة كلها إني غلطت فيك. على فكرة أبوي كمان مش زعلان منك، وعارف إن الحكاية كلها كانت غصب عنك. أبوك ده زين العقلين، هو يعني في حد يلف حبل المشنقة حول رقبته؟ أيوه. يلا يلا رجالة كلهم انبسطوا، واي حاجه تعزوها اؤمر بس. اتفضلوا يا رجاله، اتفضل يا جناب العمده. ما شاء الله الف انا يا رجاله. شاكرين على الواجب ده يا عمده. واجب ايه يا ريس سيوفي؟ ده احنا اخوات. بس بقول لك ايه، كنت عاوزك في كلمتين كده. كلمتين ايه؟ مش وقته دلوقتي. معقوله ما تدينيش خبر باللي حصل لمكتب احمد واللي شغالين معاه غير من ساعة يا أمي؟ يا بنت مرضناش نجلجوكي. هما ليه جوا اللي عملها؟ يعني هو من مات هارون بيسيب دليل ورا مصايبه. استني ما تفتحيش. مين بيخبط؟ أنا أحمد يا رشيد، افتحي. ازيك يا رشيد؟ اطلع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا علي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. قلبي معاك في اللي حصل لك يا احمد. الحمد لله على كل حاجة. عندي ليكي خبر مهم يا حماتي. خير يا ولدي؟ هارون اتقدم فيه طلب رفع حصانة، والمجلس هيناقش الطلب الأسبوع الجاي. أكيد يا احمد. متأكد يا حماتي. يبقى
الساعة اللي أنا مستنياها جات خلاص. ساعة تهدي يا ماما. أيوة خير يا دمرانة؟ ماشي. طب أنا مسافة السكة أكون عنديك. يلا. مش ده الدمران اللي وجع سيوفه وسجله؟ أيوه هو. طب وعايزك تروحي له ليه؟ ليكون هارون بيراقبه وناوي له على نية وتروحي في الرجلين يما. أنا طالعة أغير خلقاتي. خير يا رومي؟ موضوع إيه اللي أنت عايزني عشانه وأصريت إنك تقابلني هنا بخصوص؟ الشناوي. الشناوي بيه؟ انت عارفه ان الشناوي هو اللي بعت راجل من رجالته يقدم بلاغ للنائب العام يتم فيها هارون باستغلال النفوذ والفساد. والبلاغ ده اتقدم للمجلس عشان يرفعوا الحصانه عني، وفيه جلسه الاسبوع الجاي لمناقشه رفع الحصانه دي. انت متاكد؟ ايوه متاكد. طب انا ايه المطلوب مني؟ تطلعي من هنا تروحي للشناوي تزوريه في السجن. انت عايزاني اروح ازور الشناوي في السجن؟ ايوه. هتقولي له انا اللي بعتك، وهتقولي له كمان لو الحصانة اترفعت عني أنا هعترف بكل حاجة قدام النائب العام. أنا مش فاهمة حاجة. هيعترف إنه كل مليون جنيه جمعه الشناوي هو اللي ساعده فيه، يعني مش هيروح لوحده في داهية. بس معلش يا هرمي، أنت ما عندكش إثبات على الكلام ده؟ لا معايا الدليل. أنا لما رحت للشناوي تاني مرة بخصوص نص المركب اللي عاوزها من نينة، فتحت الموبايل وسجلت الحوار اللي دار بينه. كنت عامل حساب ساعة زي دي. بس التسجيل ده مش إثبات ومش قانوني أصلاً، والنيابة عمرها ما هتعترف بيه. أيوة بس على الأقل يعني هيفهموا إنه الشناوي بيفرض رشاوي وأتاوي على الكل، وهيجيبوه عشان يحققوا معاه، وساعتها هيسألوه من أين لك هذا مرة واتنين، وساعتها التهم اللي هتلبس دي هيلبس زيه، وما هتبقاش تهمة واحدة، هتبقى تهمة واتنين وعشرة. يعني ما هيلحقش يطلع من السجن وهو حي. بقولك انت تاخدي الميموري كارت ده وتديهوله خليه يسمعه، وكل كلمه قالها هارون تقوليها له. خدي. اه دي اللي مسجل عليها الحوار اللي دار بينا، تديها له وتقولي له كمان حاجه مهمه قوي، لو حبايبه اللي جوا المجلس ما رفضوش رفع الحصانه عني هقلب عليها واطيها، ويبقى عليا وعلى اعدائي. See you.